الرئيس السيسي بيقول لك ايه؟ انا خدت ما قيمته 8 مليار دولار بسعر الدولار في هذا الوقت. هل احنا رمينا 8 مليار دولار في الطينة بتاعة قناة السويس؟ بيرد بيقول تعالوا نشوف ايرادات قناة السويس كانت ايه قبل التفريعة والنهاردة بقت كام. ايراد قناة السويس وفق تقارير هيئة قناة السويس كانت 4.8 مليار دولار، سجلت في نهاية العام المالي الأخير ده إيراد وصل 7 مليار دولار، ده تقرير هيئة قناة السويس. وبتتوقع هيئة قناة السويس أن يصل إجمالي دخلها في نهاية العام المالي الحالي اللي هينتهي في 30 يونيو القادم إلى 7.5 مليار دولار. دي الأرقام الرسمية الصادرة من هيئة قناة السويس. وبالتالي ناخد آخر رقم وهو 7 مليار دولار في متوسط، ان قبل تفريع قناة السويس كان الدخل 5 مليار، يبقى انت حققت زيادة سنوية مقدارها 2 مليار دولار، اي زيادة مقدارها 40%. ال 2 مليار دولار على مدار 5 سنوات انت جالك 10 مليار دولار او 8 مليار دولار، يبقى انت استرديت كهيئة، الهيئة استردت اجمالي ما دفعته ال 8 مليار دولار كمشروع اقتصادي، والإيراد يزيد سنويا. هل بقى التفريعة ده كان وقتها؟ ده كده هندخل في السياسة. ووقتها أو مش وقتها، وطالما بنتكلم في السياسة نتذكر ما قاله السيد رئيس الجمهورية إن كان مهم بعد ثورة يونيو يتعمل عمل وطني أو قومي يجمع الشعب حوله، وإنه رأى إن هذا العمل، ان تفريع قناة السويس وتوسعات المجرى الملاحي ده امر جيد وهيجمع الشعب حواليه. دي رؤية سياسية لرئيس الدولة. طيب ايه العتب؟ هقول لك ايه العتب. وانا النهاردة يعني يسمح لي السيد رئيس الجمهورية ان انا اعلق هذا التعليق، ان هناك تصريحات رسمية صدرت من السادة المسؤولين عن هيئة قناة السويس وقت الحفر أن هيئة قناة السويس سوف تحقق دخلا سنويا يقترب من 100 مليار دولار. فالمسؤولين دول عليك تحاسبهم بقى، لأن هم رفعوا سقف أمال الشعب. أنت عارف يعني إيه 100 مليار دولار دخل قناة السويس؟ الكلام ده اتقال؟ الكلام ده اتقال، وهم مسؤولين في الدولة. ما أقدرش أحاسب هنا المواطن، احنا ننسى الاعلام المعادي، احنا بنكلم بعض كمواطنين. ما اقدرش هنا اقول للمواطن ايه وبتاع، لانه بيقرا ان في ارقام 7 مليار بس اتقال له 100 مليار. يبقى كان لازم نقول للناس الحقيقه وقتها، ان احتماليه الزياده السنويه هتبقى 10% 15%. لما نطلع هنا كاعلامي هقول اي مشروع انت بتعمله، اي مشروع انت بتعمله اول سنه وتاني سنه ما بتحققش مكاسب يعني، لكن بعد كده الدنيا بتزيد شيئا فشيئا. يبقى هناك عتب على المسؤولين في هذه المرحلة اللي تحدثوا عن أن دخل قناة السويس سيصل إلى 100 مليار. وللأمانة لم يقل الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا التصريح، لكنه قال بأن الشعب كان محتاج مشروع وطني يلتف حوله لرفع الروح المعنوية. يبقى قولا واحدا وفق ما قاله الرئيس السيسي النهاردة، أن 8 مليار دولار قد استعادتهم هيئة قناة السويس في السنوات الماضية. وبالتالي بيقول أنا بريء الذمة، هو 8 مليار دولار رجع، وأن تقديره السياسي كان شايف المشروع ده يتعمل. تقديره خطأ، تقديره صح. في الحاجات دي بقى هتلاقي آراء كتيرة جدا، ما الناس مش هتتفق على حاجة، هو اللي بيدير الدفة وشايف أن ده توقيت يعمل فيه هذه التفريعة. لكن الملامة على أي مسؤول يطلع تصريحات اللي هو بقى يعني تجاوزنا بيها الأفق، لا كلام ده مش حلو. كل ما تبقى دقيق مع الشعب وتقول تصريحات موزونة ومسؤولة، الشعب يقدرك ويحترمك حتى لو قلت له الحقيقة المرّة.